حاله الاذاعه البريطانيه والسي ان ان حتى في اعقاب احداث 11 سبتمبر ورويترز واعتقد وكاله الانباء الفرنسيه جرى فيهم نقاش عميق جدا حول استخدام لفظ ارهاب وعمليه ارهابيه، وتقريبا تم حسم او الانتصار للمعايير المهنيه، بمعنى انه انا استطيع ان اقول انه هاجم مسلحون جريده واطلقوا النيران وارضوا 10 صحفيين قتلى واعلنوا مسؤوليتهم. هي دي فكره ان احنا نمتلك ادوات مهنيه عن تجسيد الحدث على الارض دون ان نتورط في التنميط، يعني في منح صفات او ادوار دائمه لفئات وجماعات تحط من شانهم او ترفع من شانهم في سياق العرض. وبالتالي الاعتصام بالقيم المهنيه هو المنجاه، هو الوسيله التي ننجي بها انفسنا من ان نصبح ادوات في المعركه. حضرتك قلتي حينما تطلق دوله وصفه بحق تنظيم او جماعه، او حينما تصدر منظومه قضائيه وصفه بحق تنظيم او جماعه او دوله اخرى، فان هذا الوصف يلزم الصحفي بالمركز القانوني الجديد الذي اكتسبته هذه الجماعه او هذا التنظيم، لكن لا يلزمه بتبني المعنى الدلالي. وهقول لحضرتك ازاي ببساطه شديده. لما يطلع قرار من محكمه قضائيه بانه مثلا حزب الاحرار الدستوريين هو حزب ارهابي، ويطعن حزب الاحرار الدستوريين في هذا القرار او يدحضه او لا يوافق عليه، على الصحفي ان يقول حزب الاحرار الدستوريين الذي وصفته المحكمه بكذا او الذي اصدرت المحكمه حكما بانه كذا فعل كذا. وحينما تصدر دوله قرارا بان تنظيما او جماعه او دوله اخرى هي ارهابيه ويدحض هذا الوصف فعليك ان تقول ان دوله كذا التي تصفها دوله كذا بانها ارهابيه، او وقالت دوله كذا التي حكمت بالارهاب، ولدينا الوسائل المهنيه التي توصل المعنى دون ان تتورط في ان تتبنى رايا دحضه طرف اخر. هذا اذا كنت تريد ان تبقى مهنيا.